أبو سلمان، أبو سلمان له مشاركات عدة، يعني أبرزها اللي عرف منها عبد العزيز الفراج، وصل للخليج بشكل عام، المشاركات الخليجية سواء في الكويت في الإمارات، وش كانت المشاركات اللي عبد العزيز الفراج لازالت في ذاكرته وما نساها؟ أنا ذاكرتي ما يضيع منها أكبر تظاهرة في المملكة العربية السعودية اليوم مهرجان الجنادرية. نعم. كانت انطلاقتي منه عام تقريبا 22 يوم كان عمري 10، كنت صغير سن للأمانة، وكنت مع قامات شعرية، قامات لها وقت ثقلها في ذاك الوقت إلى الوقت يعني، والله بعضهم حي وبعضهم الله ما أدري هو حي ولا ميت، الله يرحم الحي يطول عمره، الله يرحم الميت يطول عمره الحي، اللهم معنا طبعا راية الشعر الأستاذ الكبير علي بن حمدي. ونعم وكان علي ما شاء الله مكسر الدنيا في الكويت ذاك الوقت، مجرد أنك تجي معه على طاولة واحدة مغامرة، لكن أنا كنت صغير سن وما كان عندي قاعدة جماهيرية وما كان عندي شيء يخسره. نعم. فبجيب أبدع، إن قدرت أبجيب اللي عندي، إن أفلحت فهي بتكون انطلاقتي، وما أفلحت فأنا معي قامات يعني أكبر مني شعرا وتجربة ومكانة. يا سلام. وإعلاميا طبعا، قامات إعلامية كبيرة. وحوات الغالمة هو رجع شرب من يسمع. شرواك الطيب. وما يطلع منكم مهدي بن سعيد الأستاذ الكبير، مسي عليه بالخير، والله ما أدري هو حي ولا ميت مبطي عنه، وعويد المطرف في بعيد الهقاوي. نعم. كانوا هذاك الوقت هم اللي متسيدين الساحة. فجيت عاد انا هالغليم جاي من بينهم، قلت هبا ادلي بدل، عسى الله يوفق الامير وقتها، ما هو بالامير شو اسمها، جابر القرني ابو معتز الله يذكره بالخير ومن عندي هالحين، عرض اسمي للامير متعب وقتها في الحرس المسؤول عن الجنادريه مره رسمي، وكانت زي المصفوط لي، ما كنت يعني اذكر واحد من الصحفيين كاتب على اي اساس يرشح الشاعر الفراج الفقير اعلاميا وشعريا، كنت صغير. فبدأت انطلاقتي الحمد لله، نجمت معهم وقبلني الجمهور وانطلقت معهم. كانت أمسية ولا كانت منبرية؟ لا أمسية رسمية، حاضرها رئيس الحرس الوطني وقتها، ما كانت وزارة، كانت رئاسة. يا سلام. هي أكبر تظاهرة السعودية مهرجان الجنادرية، وبعدها يتفرع منها مهرجانات المناطق وهذه تعتبر تحتها، لكن هذا مظلة الدولة. وكان وقتها مهرجان الجنادرية كان الأبرز. ما في غيره عندنا منبر أصلا. كان أكبر منبر في السعودية. يا سلام. تذكر من مشاركاتك في شيء؟ إي والله أذكر. عطنا من. تراني في مجال الغزل، ماني طالع. روح ابحر. انا عيوني تناعس من عمس راسي، بس انت قل لي عيونك وش تناعس. عليك لده وساع تقطع انفاسي برموش هاللي تجي بالهون من نسله، وما ادري متى الله يلين قلبك القاسي، واللي يجيك بتواضع ما تغط رسله. يجذبني الشوق يمك جذبه الماسي، واخفي صوابي عن عيونك وانا ونسله، وراودتني تبشيرك وانا ناسي، يا من تبله في كتبه وفي رسله، واليسرابي على طريق هو جاسي، يعطيه كل اهتمامي وتحمس له، ما كان غيرك على وجه الثرى داسي، في فكري اللي شياطينه توسوس له، لك فيه برج عتيق ومجلس رياسي، واللي ينعقد في اجتماعاته تريس له، متربع فيه سلطانك ومتواسي، ويجل الصدى والتراكم عنه ويغسله، والله ما يطفي ضماي وثورة احساسي الا دمه النحر يوم تلمس. الله الله. صح عبدالله. صح الله لسانك. صح عبدالله، ترى دي قديمه ايام الجهل. ابو عبد الله،